ديال تصفيات المياه العديمه ديال مديونه دشنها جلاله الملك محمد السادس نصره الله في شهر ماي 2013. السعه ديالها 3800 متر مكعب في اليوم. مراحل التصفيه ثلاثه. الاولى هي المعالجه القبليه اللي كنحيدوا فيها ولا نزولوا فيها التلوث الكبير الحجم لا ماكرو بوليسيون. ثاني مرحله هي التصفيه البيولوجيه ولا المعالجه البيولوجيه اللي كنستعملوا فيها الاوحال المنشطه والبكتيريا وكنزول فيها التلوث الصغير الحجم لا ميكرو بوليسيون. اخر مرحله هي التصفيه عبر الاغشيه الدقيقه وكنحصلوا في اخر المطاف على واحد المياه مصفاه معالجه ذات جوده عاليه صالحه لاعاده الاستعمال في السقي.